السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزا بوكس. النهاردة هنتكلم عن ازاي تقدر تثبت الاطارات في موبايلات سامسونج. بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وخلينا نبدأ الفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم. واول حاجة بنعملها هنا مع بعض اننا بننزل ستارة الاشعارات بالشكل ده، وبنخش على الضبط زي ما احنا شايفين كده. لما بنخش على الضبط بنختار حاجة اسمها المقاييس الحيوية والحماية، هتلاقيها موجودة فوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بنضغط عليها مع بعض. لما بنفتح المقاييس الحيوية والحماية بيظهر قدامنا الخيارات الكتير اللي احنا شايفينها حاليا بالشكل ده. بنيجي هنا ننزل تحت لحد ما بنلاقي حاجة اسمها ضبط آخر للحماية، بنضغط عليه مع بعض. لما بنخش على ضبط آخر للحماية بنلاقي حاجة هنا اسمها تثبيت الإطارات، وهي اللي موجودة في الخيار اللي قبل الأخير بالشكل ده، بنضغط عليه زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو هتلاقيه غير مفعل زي ما احنا شايفين، طبعا بنفعله بالشكل دوت وبنخليه مفعل. لما بنيجي نطلع بره مثلا بالشكل دوت، لو حد مثلا مديله الموبايل بتاعك ومش عايز ان هو يخش على تطبيق تاني مثلا، بعد كده مثلا بنيجي نخش على اليوتيوب مع بعض بالشكل ده. لما بندخل على اليوتيوب وعايزين مثلا ان الشخص ما يخشش على حاجة تانية غير اليوتيوب، بنخرج مثلا من اليوتيوب بالشكل ده، وبنيجي هنا على الثلاث شروط اللي هما موجودين تحت، بنضغط عليهم بالشكل ده، وبنضغط على أيقونة اليوتيوب اللي هي موجودة فوق دي بالشكل ده ضغطة مطولة، بنلاقي خيار اسمه تثبيت هذا التطبيق موجود تحت هو زي ما احنا شايفين، بنضغط عليه بالشكل دوت كده بيقول لك تم تثبيت التطبيق. يعني بمعنى انك لو جيت تخرج من التطبيق مش هيرضى يخرج، بيقول تم تثبيت هذا التطبيق زي ما احنا شايفين. لو جيت اخرج بالشكل ده مش هيرضى يخرج من التطبيق خالص، حتى لو ضغطت العلامة اللي هي في النص اللي هي بترجع خالص من التطبيقات، لو ضغطت اي حاجة تقريبا مش هيخرج لغاية ما انت بتيجي هنا على زرار الرجوع وزرار اللي هو بتاع رئيس انتقال، وبتضغط عليهم الاتنين مع بعض بالشكل ده، هيقول لك تم الغاء تثبيت التطبيق. وهنيجي نخرج مع بعض هتلاقي ان التطبيق خرج بكل سهولة وبدون اي مشاكل. ممكن تفعل الخيار دوت على اي حاجة موجودة عندك في الجهاز، اي تطبيق موجود. اما تاني ميزة موجودة معانا وهي اننا بنيجي هنا عند لوحة المفاتيح بالشكل ده، وبعد كده بنيجي هنا عند لوحة المفاتيح دي وبنضغط على الثلاث شرط اللي هو موجودين فوق دولت، وبنختار الضبط. لما بنختار الضبط بنيجي هنا على رد على المكالمات وانهاءها بالشكل ده. لو عايز اسم المتصل لما حد يرن عليك يجي لك اسم المتصل، بتضغط على قراءة اسماء المتصلين بصوت عالي بالشكل دوت، وبتفعل الخيار ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده بيكون مفعل، هو بيكون في الاول غير مفعل فانت بتفعله. هنا بيجي لك انك تسمع صوت المتصل لو انت مركب سماعه بلوتوث او سماعه راس فقط، لا احنا بنيجي عند كلمه دائما دي وبنعمل الخيار دوت بنفعله بالشكل ده. وبعد كده بنخرج بره، وبعد كده اي حد هيرن عليك هتلاقي ان الموبايل الناس لاي حد بيتصل بيك هتلاقي ان اسم المتصل بيتم نطقه. ودي كانت كل حاجة موجودة معانا النهاردة. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب تستفسر مني عن اي حاجة هتلاقي لينكات الانستجرام وفيسبوك مكتوبين تحت في الديسكريبشن، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.